حول هذا الموضوع يسر أن تكون معنا في استديو مركز الأخبار الدكتورة كوثر المعودة، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك دكتورة. أهلا. طبعا بداية نبارك لكم اليوم بدء العام الدراسي الجديد لعام 2019-2020. الحمد لله بداية سعيدة إن شاء الله، ونزف أجمل التهاني والتبريكات إلى سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيم الموقر ومنتسبي وزارة التربية والتعليم وأيضا المعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس، ونهنئهم بعام جديد إن شاء الله، عام مثمر و نعم. دكتورة اليوم هناك برنامج يعني يعنى بتهيئة المدرسين الجدد، نتعرف على أهداف هذا البرنامج وما يعني أهمية مثل هذا البرنامج اليوم. برنامج التهيئة للمعلمين الجدد انطلاقا من اهتمام وزارة التربية والتعليم على رأسها سعادة الوزير، برنامج يتم تنفيذه سنويا، وهذه اللي احنا وصلنا تقريبا للسنة الخامسة، يهيئ المعلمين الجدد لاستقبال العام الدراسي الجديد والانخراط في الحياة العلمية والعملية. نعم. بالنسبة لهم يهدف هذا البرنامج لرفع كفاءتهم المهنية والتربوية بحيث أنهم يكونوا مستعدين لمواجهة هو العام الدراسي الجديد، وأيضا للانخراط وتوفير أفضل ما لديهم من إمكانيات لمساعدة أبنائنا الطلبة في المدارس. بعد 5 سنوات من تطبيق مثل هذا البرنامج، كيف تقرؤون نجاح مثل هذا البرنامج على أرض أروى الواقع؟ والله صراحة إذا كان يعني قياسنا للنجاح بيكون بأرقام، نعم، فهي بتكون أرقام كبيرة أثبتت نجاحاتها في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب للارتقاء بالمعلمين كعنصر مهم موجود في المدارس، واللي هو كعنصر أو أهم عنصر موجود لدينا في الفصل الدراسي. أما إذا كنا راح يعني نقيسها بمدى قبول المعلمين والطلبة لهذه البرامج وتهيئتهم للاستعداد للعام الدراسي، فإحنا حصلنا على نقاط إيجابية كثيرة وإقبال كبير من المعلمين على أنهم ينخرطون بكامل قوتهم وبكامل جاهزيتهم في هذا البرنامج، ولله الحمد. يعني إحنا على مدى 5 سنوات أهلنا العديد الآلاف من المعلمين الجدد. السنة هذه عندنا 900 معلم ومعلمة جدد ابتدينا معاهم اللي هو عملية التهيئة على مدى الأسبوعين الماضيين، وإن شاء الله راح نلحقهم برنامج التهيئة على ماذا يشمل؟ برنامج التهيئة هو عبارة عن 3 محاور. المحور الأولي وهو الجانب التربوي يتعلق بالإدارة الصفية، كيفية التعامل مع الأمور السلوكية في الفصل الدراسي، كيفية التعامل مع الطلبة وحل مشاكلهم السلوكية. الجانب الثاني هو الجانب القانوني، كيف يتجنب المعلم عدم تحقيقه لوظيفته كمعلم، ويتجنب أي مخالفات ممكن تؤدي به إلى مساءلة أو إلى مثلا سوء فهم ما بينه وبين اللي هو الإدارة في المدرسة أو الإدارة خارج المدرسة. المحور الثالث هو اللي هو الجانب الفني والإداري والإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقواعد التي تحكم العمل المدرسي وعمله هو كمعلم أيضا في المدرسة. هل مخرجات هذا البرنامج يتم متابعتها من قبل وزارة التربية والتعليم بعد يعني اندماج بالفعل المدرسين في يعني في المدارس وفي التعليم؟ بالفعل احنا عندنا ما يسمى بالبري سيرفيس وهو يعني تهيئتهم ما قبل الخدمة. نعم. وهذا يعتبر اللي هو برنامج تهيئة ما قبل الخدمة، وأيضا أثناء الخدمة يتم اللي هو متابعة المعلم سواء داخل الفصل الدراسي داخل المدرسة عن طريق اللي هو المعلم الأول، المدير المساعد، مدير المدرسة. أيضا هناك جهات أخرى تتفاعل مع بعضها البعض أو تتعاون مع بعضها البعض اللي هو متابعة هذا المعلم، مثل الإشراف التربوي، عندنا قطاع التعليم، عندنا التدريب وهو التدريب الإلزامي بالنسبة للمعلم طول سنوات خدمته وهو ما يسمى بالإن سيرفيس ترينينج. وهذه عملية متابعة، والدليل بأن أغلب المعلمين ولله الحمد والمدارس عندنا ارتفاع في اللي هو نجاحات وارتفاع لي اللي هو مستويات التقدم والنجاح في تقارير هيئة ضمان الجودة التعليم والتدريب. نعم دكتورة كوثر المعودة، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في استديو مركز الأخبار. نشكركم جزيلا.